السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. راح ناخذ بهذا الفيديو الكورس الأول للمادة الذكاء الاصطناعي. راح ناخذ أول شيء الدلائل. الدلائل عندنا أول شيء اللي هي الاند والاور واللي يؤدي إلى ذلك، والنفي والاكسكلوزيف والمساواة. راح ناخذ أول شيء الاند. الاند أي نسبة خطأ موجودة بها راح يكون نتيجة خطأ. اذا اثنيناتهم صح، اللي في حال اثنيناتهم صح راح يكون النتيجة صح. اما اذا اي نسبة خطأ موجودة الناتج راح يكون خطأ. بينما الاور اي نسبة صح راح يكون الناتج صح. عندنا هنا ترو ترو راح يكون ترو، ترو فولس راح يكون ترو، فولس وترو راح يكون ترو، فولس وفولس يكون فولس. اللي يؤدي الى ذلك كل ترو يؤدي الى ترو هو ترو، وكل ترو يؤدي الى فولس، كل صح يؤدي الى خطأ هو خطأ، وكل خطأ يؤدي الى صح هو صح، وكل خطأ يؤدي الى خطأ هو صح لانه ايضا هو اصلا خطأ. النفي هو عكس كل ترو تحول الى فولس، وكل فولس الى ترو. الاكسكلوزيف كل متشابه راح يكون فولس، وكل مختلف راح يكون ترو. المساواة انه عندي انا التي يساوي التي اذا ترو، التي يساوي اف ايضا ترو، الاف يساوي 3 ترو ايضا ترو، والاف يساوي الاف ايضا ترو. المساواة دائما ناخذها كلها ترو لانه اصلا هي متساوية راح تكون. نقدر مثلا بهذا الجدول كله كامل نخلي بجمع العلاقات نتيجة البي والكي والاند حليناها، والاكس اور ايضا وجدناها النتيجة، وهذه البقية. هذا ما يخص موضوع الدلالات. خلينا ناخذ موضوع اللوجيك بريديكيت. اوكي، عدي اول شيء صيغة السؤال حولها الى صيغة اللوجيك. عدي يقول الـ A is on a dog. نمثلها انه هذا الرمز A انه يحمل صفة الكلب، فاذا نقول dog الـ A انه الـ A هو dog. اوكي، هنا أنا سوري هنا أنا ما قلت سؤال. السؤال يقول هنا أنا animal يقولك dogs are animal، الكلاب هي حيوانات. إذا شلون مثلا راح نقول animals الكلاب هي حيوانات. أول شيء نأخذ النتيجة بعدين خلينا مثل نقول الكلاب هي حيوانات. هنا أنا أقولك ال A like food بالفاكهة. فهنا أنا صار عندي فعل وصفة واسم. اوكي، دائما رأسا يكون اللايك يصير الاي لايك الفروت، اي لايك الفروت. مثلنا هنا بس اسم وصفة انه مثل الكلاب وصفناها بالحيوانات. اوكي، كل الحيوانات تأكل الفروت او تأكل اللحوم. كل الحيوانات تأكل الفواكه او اللحوم. خلي المثل شلون، هذا رمز لكل، لكل الاكس، الاكس تحمل يا رمز هي الانيمال. اوكي، اذا كل الاكس يعني كل الانيمال يؤدي الى ذلك eat x fruit or eat x الميت. خلينا ناخذها نجزئ حتى تصير سهله. خلينا نقول بس الانيمالز eat fruit بالضبط نفس الاي لايك فروت، فلايك هنا نخليها اي للفروت. نفس الحالة هنا راح نجزئ المثال، فراح يصير الانيمال مثلنا بالرمز اكس، هذا راح يكون جامع بين هذه وهذه تقريبا. فنقول الانيمال مثلنا بالرمز اكس يؤدي الى ذلك eat الاكس، الاكس eat الفروت يعني الانيمال eat الفاكهة، او الاكس eat الميت. اوكي، هنا عندي الفيلة ار رصاصة، الفيلة هي رصاصة، فشون امثلها انه اقول انه اقول الفيلة لونها رصاصي، اللون الرصاصي من الفيلة يكون. هنا اقول all animals. اوكي، هنا يقول all animals eat the food they like، يعني كل الحيوانات تحب بعض انواع الطعام.
اوكي خلينا نشوف. لكل الاكس وبعض الواي، كل الاكس يعني كل الاكس يشمل وبعض الواي يعني البعض القليل من الواي. زين، شنو الاكس وشنو الواي؟ الاكس هي انيمال. اوكي، اذا هنا كل الانيمال كل الحيوانات. بعض الواي شنو هي الواي؟ اند فود الواي. اوكي، اذا انه الواي هي فود، اذا بعض الواي بعض الطعام. اند لايك لايك منه يفضل انه الاكس كل الحيوانات لايك تحب الطعام، وتاكل الاكس تاكل الواي، يؤدي الى ذلك انه الاكس تاكل الواي. هذا سؤال كان هنا. يقول ناخذ بعد سؤال ثاني، ناخذ هذا السؤال او هذا وصلنا. يقول الفيلة هي مو اكلة لحوم. اوكي، الفيلة طيب الرمز اكس يؤدي الى نوت اكلة لحوم، الاكس نوت اكلة لحوم، هذا راح يتمثل بهذا الرمز هذا الشكل. الفيلة هي الاكس يؤدي الى انه هي ليست اكلة اللحوم. اوكي، عندي هذا السؤال يقول لك الفوت الفود الفاكهة هي طعام، بقول فروت الفود. There is person called Ali. اوكي، بعض الاكس والاكس هي اشخاص، اذا بعض الاشخاص، اذا الاشخاص بعض الاشخاص يسمون علي، مو كل الاشخاص هم اسمهم علي. اذا هنا رمز بعض الاكس والاكس هي بيرسون، يؤدي ذلك الى انه الاكس تدعى علي. الاكس على اساس ناخذناها بعض من الاشخاص وليس كل الاشخاص. Every person meets some person somewhere. اوكي، قول هنا كل الاكس بعض الواي وبعض الزد. اذا كل الاكس بعض الواي بعض الزد، الاكس هي كل الاشخاص. اوكي، بعض من هذول الاشخاص اللي من الاكس اسمهم واي، وبعضهم من عندهم اسمهم الزد، يعني جزئين صنفهم انه اكس واي وزد. صنف الاكس صنفها جزئين اللي هي واي وزد، يؤدي ذلك الى انه الاكس الاكس يقابل الواي في الزد، انه الاشخاص يقابلون الواي في الزد. هذا ما كان يخص موضوع الدلالات. ناخذ موضوع الفريم شوية. اوكي، موضوع الفريم يقول لك bread and fish were animals, bread were moving by fly and they eggs. اوكي، هنا لازم نجزئ السؤال كل جزء جزء حتى نعرف نقدر نسوي كل شخص كل شيء الى فريم. اكو فريم عام ويتجزئ الى فريم افرعية، انه الى فريم افرع الافرعية. اول ما بدا bread and fish are animals، نسوي فريم للانيمال شبيه الانيمال. بعد ما نقرا السؤال نلاحظ انه الانيمال هي نوعين من الانيمال، اكو نوع عندي يعيش بالهواء بالماء، ونوع يعيش بالجو حسب ما كان معطيني بالسؤال. انه انا عندي بس bread والفيش، هذا نوع فريم الانيمال خلص بجزئين، بي الطيور وبي الفيش. الطيور هي نوع animal، الطير طبعا تعيش بالنهار. كل هذه الدلالات تستنتجها من السؤال، ان كل صفة هي صفة على الطيور تستنتجها من السؤال. اكتبها الهاف بارت وينز اللي اكس هي تبيض. اوكي، هنا أنا عندي الاسماك اللي تعيش بالهاي، الاسماك هي نوع من انواع الحيوانات السباحة والهاز بارت سكين. ناخذ ايضا شو اسمه الطيور، بيها نوعين، بيها نوع اسمه البرتو ونوع اسمه كيوي. الالبرتو نوع من انواع الطيور ولونه لوزي. كل حقائق دا استنتجها من السؤال. الفريم الخاص بالطائر كيوي هو نوع من انواع الطيور ولونه اسود وابيض. هذا موضوع الفريم.
ناخذ هالموضوع اللي هو جراف السكرابت. اوكي خلي بس شوي نشرح في البداية عاليا. السكرابت راح يمثل لي السكراب نتورك، هذا راح يمثل لي انه الفعل راح يكون على تفصيل الجملة على شكل مخططات. اوكي عندي جون جيف ماري بوك اوف داتا ستراكشر ان ذا كلاس، خلي الفعل جيف، خلي انه جون ماري بوك، بس هنا الزمن خلي التايم ان ذا كلاس، ما دام كان ان ذا فالباص راح يكون زمن وراح يكون وين الكلاس. نوع الكتاب راح افصله اللي هو كتاب نوع داتا ستراكشر. موضوع سيمانتيك نتورك نفس مثال الطيور بس راح نجزء ايضا، راح يكون هنا بطريقة سيمانتيك نتورك. اوكي عندنا الانيمال بها نوعين اللي هي الفيش والبيرد، الطيور ايضا راح تكون الهنوع اللي هي البرتو والكيوي والفلاي والطيور والوينز والديلات، وهي مكان العيش مالتها، الصفات الطيور كلها وانواعها. بعدين عندنا البرتو لونه براون والكيوي لونه بلاك اند وايت. جزء ثاني من الانيمال هي الفيش السكين والسويمينج، راح تكون صفاتها. هذا سمعتك نتورك. ناخذ مثال ثاني ايضا، هذا conceptual graph. ال conceptual graph يعطيني جملة أفصلها لها مثل child present father and mother. okay ال conceptual graph. هذا سؤال ثاني أيضا ال conceptual graph. أقول لك توم هنا الفعل ما يكون هنا أنا راح يربط بين حقيقتين موجودة عندي، إنه أول شيء الاعتقاد جون فعل توم فعل الاعتقاد، بعدين يقول عندي هنا أنا عندي حقيقة ثانية إنه جون لايك بيزا، هنا مفعول به اللي هي الأوبجكت للبيزا، راح في الأخير راح يربط بين بليف والثاني، فصار توم بليف ذات جون لايك بيزا. هذه هي مادة الذكاء الكورس الأول. طبعا أخذنا أشياء سطحية، أكو بعد أمثلة وأمثلة أو أسئلة حتى يضيق الوقت على مود، ممكن يخلوها بالكومنت حتى نقدر نحل البقية. يا رب أكون ما قصرت بشي، والسلام عليكم ورحمة الله.